السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شو مع بعض ادنس اسمها انسكيب. بتختار الفيو اللي انت عايزه من هنا وتبدأ تقول له انا عايز اشوف لايف ابديت. اي حاجة بتعملها بتظهر معاك في البرنامج هو. طيب لو نرجع تاني للريفت، عايز ابدأ اضيف صوت، هقول له هنا بليس ساوند وابدأ احط الصوت هنا مثلا، بحيث ان انت لو ماشي بالكاميرا وجيت عند المكان دوت يبدأ تسمع الصوت. ممكن نقول له نعمل سيلكت على حاجة، ممكن نحط صوت برضه تاني هنا، بيبدأ يفتح القايمة وتبدأ تختار الملف الصوت اللي انت عايزه مثلا دوت، هتقول له اوبن. ممكن تقول له تاني انا عايز في المكان دوت، يبدأ الصوت يشتغل. اول ما تبدأ تدخل هنا، لو جيت هنا وبعت تلاقي الصوت بدأ يقل خالص، الصوت مش مسموع. تمام، كل ما تقرب بتبدأ تسمع الصوت. مصدر الصوت يعني لو عندك مبنى كبير، اول ما تقرب من الاوضه اللي فيها صوت تسمع بس الصوت ده، والصوت التاني اللي انت بعدت عنه يختفي. تمام، اول ما تبعد الصوت يختفي خالص، بحيث ممكن تكون في قاعة مثلا فيها أصوات طبخ، وقاعة تانية فيها مثلا أفراح وكده، فتبدأ كل ما تقرب من مكان اللي فيه صوت، فده بيخلي واقعية أكتر. طبعا ده كل ده ممكن تشغله على الفيرتشوال رياليتي، يعني البرنامج نفسه فيه خاصية اللي هي في ار هيدسيت، لو انت وصلت للفيرتشوال رياليتي تقدر تشوف كل حاجة زي ما انت عايز. فهو من البرامج الكويسة جدا في الفيرتشوال رياليتي.